تدخل هذه المرحلة هذه الفترة الصعبة. وبالفعل مجلس الإدارة في الفترة السابقة دي خلال أيام كان في تحرك كامل في كل المجالات في كل النواحي المادية، في رؤية متغيرة في نادي الزمالك كله بمسدس جميع الناس وجميع رموز نادي الزمالك. الفترة اللي فاتت الأستاذ مرتضى مسلوق كان أعلن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، ويمكن احنا احترمنا لهذه الشخصية لأننا كنا كل أعضاء مجلس الإدارة بالكامل اجتماعات مستمرة علشان الموضوع ده. يمكن احنا ما قلنالوش ان احنا بنتكلم في ايه، وكنا بنجتمع دايما واجتمعنا حتى بعد الماتش في اسكندرية انا والزملاء، لان احنا عندنا رغبة واحدة ان نادي الزمالك لازم يقول عليه، ونادي الزمالك في هذا الوقت الصعب ما يحتملش اي حد يتركه ولا ان اي حد يتفرج لحاجة تانية غير انه يرهب بلاد الزمالك، ان النادي في ظروف صعبة جدا ولازم يقف على رجليه الفترة الجاية وإلا مش هيقف تاني. عاملين اجتماعات وزي ما قلت كل الزملاء يمكن كنا على طول بنتكلم مع بعض وضاغطين، ومع الاستاذ احمد، والاستاذ احمد بيقول عنده مشكله انه مش قادر يوصل الموضوع ده للمستشار مرتضى منصور. فاحنا خدنا على عاتقنا الاجتماع وقلنا لازم نحط ضغط جامد جدا، ولازم كمجلس اداره عايز يقوم بنادي الزمالك تحت مظله المستشار مرتضى لازم يبقى لينا واقفه كمجلس اداره، بس مش هنقوم بيها لوحدنا من غير رموز نادي الزمالك واعضاء نادي الزمالك وخصوصا رموز كرة القدم في نادي الزمالك. والحمد لله الاستجابة سريعة، وكل الرموز كانوا على طول في مكالمات هاتفية معانا ومع أعضاء مجلس الإدارة والكابتن أحمد سليمان، إن لازم يبقى في وقفة لضغط شديد على إن إحنا نخاطب سيادة المستشار مرتضى رئيس النادي إنه يعيد التفكير تاني في الفترة دي، لأن النادي محتاجه. لغاية ما يقف النادي على رجليه قد يكون اللي قدام ممكن، لكن هذه الفترة تحتاج كل نقطة وعرق من أعضاء مجلس الإدارة وخاصة المستشار مرتضى منصور.